إلى فراس لطفي مراسلنا من سديروت في محيط غزة، ونطلع معك أيضا على أبرز المستجدات الميدانية. ومنذ قليل تابعنا بعض الأنباء التي تتحدث عن انطلاق صافرات الإنذار في جنوب غلاف غزة، وماذا في التطورات؟ بالفعل، والآن هناك صافرات انذار في ناحى العوز، وكانت قد دوت في نتيفها عسرا إلى الشمال من قطاع غزة، حيث تدور المعارك البرية والقصف الإسرائيلي المكثف. من خلفنا نستطيع أن نسمع استمرار المدفعية الإسرائيلية في قصفها أهدافا داخل قطاع غزة، وأيضا الطيران الحربي الإسرائيلي. القصف لم يتوقف، المدفعية تدك بقوة في هذه اللحظات كما تسمعين أهداف داخل قطاع غزة، وهذه الإطلاقات المستمرة والتي تتكثف بين الحين والآخر. نستطيع أن نقول بأن الجيش الإسرائيلي، ومن خلال بيانه وبيان متحدثه العسكري، قال بأنه استهدف 450 هدفا داخل قطاع غزة في الساعات الماضية، والاستهدافات لا تزال مستمرة. تحدث عن استهداف لبنى تحتية لحركة حماس، وأن الجيش الإسرائيلي يستمر في توسيع عملياته البرية. مصادر إسرائيلية تتحدث بأن الجانب الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي بدأ يدخل ليلة أمس دبابات وآليات عسكرية وجرافات من نوع D9، وهي من الجرافات الثقيلة والكبيرة جدا، مع القوات التي اقتحمت يوم قبل أمس، وهذه القوات اندمجت مع القوات التي دخلت في مع الإعلان العملية العسكرية البرية. وبالتالي نحن نتحدث عن تعظيم القوة البرية التي دخلت إلى قطاع غزة، ولكن بالمقابل مصادر فلسطينية تتحدث بأن هذا التوغل لم يتعد سوى بضعة أمتار داخل السياج الحدودي مع قطاع غزة، ولم تصل إلى أطراف الأحياء الفلسطينية. ولكن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن استمرار توسيع العمليات البرية من خلال ضخ مزيد من التعزيزات العسكرية والآليات العسكرية داخل قطاع غزة. خلال العمليات العسكرية البرية، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن إصابة ضابط وجندي من جراء قذيفة هاون نتيجة للعمليات والمعارك الدائرة على الأرض. ويمكن القول بأن رغم هذه العمليات البرية والقصف المدفعي والقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي، إلا أن لا تزال لدى الفصائل المسلحة الفلسطينية وحركة حماس المقدرة على إطلاق الصواريخ. وشاهدنا يوم أمس كيف تم استهداف برشقات متتالية ومتزامنة مناطق متعددة في إسرائيل، من بينها أسدود، عسقلان، وتل أبيب وتل أبيب الكبرى، وأيضا بئر السبع على مسافة 70 كيلومتر من قطاع غزة. هذه الصواريخ التي لا تزال تنطلق، تقول مصادر إسرائيلية بأن حركة حماس لم تستخدم سوى نصف ما عندها من مخزون لهذه الصواريخ، وهي تستعد لحرب قد تمتد لأشهر قادمة، على الأقل لشهرين قادمات. ولكن فيما نسمعه من تصريحات من المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي، فإن المعركة مستمرة حتى تحقيق في 3 أهداف. الهدف الأول هو إسقاط حكم حماس، والهدف الثاني هو إزالة قدرتها وترسانتها العسكرية، والثالث ولربما هو الأهم بالنسبة لإسرائيل، هو ردع أعداء يراقبون على جبهات ثانية الوضع وقوة ردع الجيش الإسرائيلي. وبالتالي ما قاله ووصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هذه حرب استقلال ثانية، وأنها حرب وجود بالنسبة لإسرائيل. الجانب العسكري الإسرائيلي يلبي هذه الدعوات ويقوم بتوسيع عملياته داخل قطاع غزة بكل ما أوتي من قوة، ويبدو بأن الجدل الدائر حول قضية الأسرى وإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس أصبح يشكل فارقا في مجريات المعركة على الأرض. تفسير المستوى السياسي بالنسبة لأهالي
الأسرى على لسان بنيامين نتنياهو بأن هذه العملية التي تدور رحاها داخل قطاع غزة هي من أجل الضغط على حماس، ومن أجل جزء منها من أجل إطلاق سراح الرهائن، ولكن هم لا يثقون بهذا الكلام كون أن الكثير من المحطات، ويعني هناك تاريخ سابق لدى إسرائيل بأنها قد ضحت بالأسرى خلال عمليات تفاوض مع يعني مجموعات مسلحة سابقة، وبالتالي هم الآن يضغطون بشكل كبير على المستوى السياسي بأن يذهب نحو إبرام صفقة تبادل شاملة. الجانب الآخر، حركة حماس، وعلى لسان المتحدث العسكري باسمها يوم أمس قال بأن حماس جاهزة لعملية تبادل للأسرى إما شاملة أو جزئية، هم مستعدون لكلا الخيارين، ولكن واضح بأن إسرائيل حتى الآن ما هو واضح ويتحدث على الأرض هي فقط فوهات المدافع والبنادق والقصف المستمر على داخل قطاع غزة والتوغل المستمر داخل أراضي قطاع غزة، رغم أنه لا يزال على التخوم، إلا أن يبدو بأن هناك معارك ضارية، ويبدو أن هناك على الأرض يعني شدة في النيران. وأيضا في المقابل، هذا القصف الذي نسمعه هنا في منطقة شمال ووسط قطاع غزة يدلل بأن القوات لا تزال على التخوم. لو كانت في حالة توغل داخل الأحياء لكان القصف يعني دقيقا وخفيفا، خاصة وأن القوات الإسرائيلية في الداخل قد تتعرض لخطر هذه النيران. ولكن ما نراه اليوم والآن وما شاهدناه ليلة أمس كان قصف عنيف مكثف من الطيران المروحي والحربي الإسرائيلي، وأيضا من المدفعية المرابطة على تخوم قطاع غزة من كل الاتجاهات من الجهة الشرقية بطبيعة الحال. تمام، شكرا لك فراس لطفي مراسلنا من سديروت.